بسم الله. Welcome to the Anwar Hariri Maulid in Chicago. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجيم أيام زوم خميس نوفمبر كويا حرد كود الفاوة كويا كوش شيكاغو مقالة لي شيكاغو بدأ خارج تسلي مجبح في مجلس لي وتمسون ويوم السرعة وتمنى أرتاب ينقرب وتمت من زبورة دينا خارج يا الله والحمد يا جماعة فيامتوك almost for the last over 10 years we've been gathering together and taking the advantage of these off days during the tag is given. We come together, we pray, we eat, we have fun together. It's a time of family, it's a time of prayer, it's a time of reading together and also commemorating the mawlid of Nabi alayhi salatu wasalam. What we are about to do is we read أربعون ياسين. It has a very profound and powerful dua in it. Our ancestor, great Sheikhs, really built and inserted throughout the recitation of ياسين dua. So we make the dua is very time needed. After we finish, probably we'll go over and highlight what it means of just dua. نشهد أن دعاء من أنت معنا من هذا الوضع ترقوه من هنا باجر وقال جاجبين لما قلت سمو قرار له. It's very self-explanatory بعربين يعني تصابه بيجرت على الإلكترونيك لسن وفي هذا الديجيتال سن وفي هذا الهارد كابي. So ياسين ياسين مدقا جنبوتا. So you repeat even our children and our sisters can do that. Women in Islam during the monthly cycle, you are allowed to read the Quran. Women in Islam, can they read the Quran during their monthly cycle? Yes, but conditional. They can read it in their heart without verbalizing. You do change, hey there, you are Musa. And I know I need the blessing of Allah every second for everything that I do and we do. And I'm sure you do the same. كلهم بتلاقي حاجة إذا له نفس يقين بشكل ما يقول. وزاج خولي روح خولي فيتلي أوركتم زموسي وأبو حيسنا في دي مقالة بدالاتهم ألاهي بدالات ليم كتموشة في أزداجهم دوا أربعون مكرب بي كتموشة أزوكو تزمو تاكلي هذه مكفر زال أنت، so لما وشتم قولوا هذه من الكبت، لا لولا تعملتم انتشروا الله نعم من البت، يتلاقيوا حاجة وشالنا حاجة كنا الله، اللي أم ولنا الله نعم من البت النوار، it is really a comprehensive way of praying as a family together. So when we read loud voice without screaming. Loud boys, boys, girls, men, women, all, we read together as a family. And we begin by saying, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه يخفينا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما يخفي الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه يخفينا عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين كما والباغين كما يخفض الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من نوره محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم يا من نوره في خلقه وسره في وقلوب الحاسدين والباغين كما أغفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في علم مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يمكن. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم اكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم اكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم من فضلك العميم الواسع وجودك السبق ما تغنينا به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع وجودك السبق ما تغنينا به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى بعد الوجود القديم فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل في الملك يسبحون وآية لهم النعم الذرية من الملك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة وإياه ومتاعا إلى حين ولا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا به يستهزئون وإذا قيل لهم اتقوا ما رزقهم الله قال الذين كفروا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ريتنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا ولوا اتقوا ما تشيعوا ولا تزولوا إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا من عباد الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير وابتعد اليوم أيها المجرمون على معلمكم يا بني آدم لا تعبد الشيطان إلا لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون وصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فهم لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن معمر نكث في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم نجنا من خير الدنيا والآخرة وذللنا صحابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذللنا صحابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة وذللنا صحابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين، إنك على كل شيء قدير. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لم يغلبوا فلا يعدون قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فإذا هو خصيم مبين وظلم لنا وسلم ونسي خلقه قال من يعي العظام وهي رميم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم، أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا الله يا من يعي العظام وهي رميم، أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا من يعي العظام وهي رميم، أحيي روحنا ومحبتنا في قلوب خلقك أجمعين، إنك على كل شيء قدير. قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، بلى قدير على أن يفعل لنا بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا كل الفتن والآفات وأن يقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى قدير على أن يفعلنا بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا كل الفتن والآفات وأن يقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا. اللهم إنك جعلت ياسين شفاء لمن قراها ولمن قرأت عليه ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة، وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المعمة المعمة تعم لصاحبها خير الدارين، والدافعة تدفع عنا كل شيء وبلية وحزن، وتغضي حاجاتنا. احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين. سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا مفرج فرج عنا، فرج عنا يا مفرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. صل يا ربي ثم سلم على من سلم وللخلق رحمة وشفاء. صل يا ربي ثم سلم على من سلم يا ربي ثم سلم
وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. يا من بيدك أبلع السعداء قد أعطاك للقلوب دواء. يا من بعث إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. وبعثت أميا تقول فتغتدي منك العقول وتستقى العلماء. ومكارم الأخلاق أنت ملاكها وأتمها أخلاقك الحسناء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة والشفاء. وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء. وسريت مصر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. والمسجد الأقصى عليه من التقى علله ومن نور الهدى الألاء. والأنبياء لباب قد شاقهم نحو نبي محبة ورضاء. سل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. يا صاحب المعراج فوق المنتهى ولك وعدك المعراج والإسراء. يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء. سل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طال لستها سماء. أنت مصباح كل فضل فما نقصد إلا عن ضوئك الأضواء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء. تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. إمام ساسو يا حجر بودينا متولزو مكة وكبرزو مدينة. أعوذ عبد الله أعوذ آمنا رحمن سم سجله طه وياسينا. هو للخلق رحمة وضياء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. موك يوك خيط الأكل وركا واتخ يسمع زدق تخمد لك أخاك يمسل خالق الخلق. هو للخلق رحمة وشفاء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. مشرق ومغرب بدين زنتفا إن برخوا إلى سنانهم ترفا. نبي بيا ما زرع به من تفا الفقر سلامة حبيب المصطفى. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. إسأل أغنى من زي المتأفى نبي زي لجيش تاوى عرفا. نبو حق خيخ نموت نتكرفا الفقر سلامة يا صاحب الوفا. هو للخلق رحمة وشفاء. صل يا ربي ثم سلم على من
هو للخلق رحمة وشفاء. لسان ديجنا أخبى دد زرا استذنا به من رئنا عجائب زرا حلك دليل يا أنا أفرا صلاة وسلامة نبي بينبر هو للخلق رحمة وشفاء. سل يا ربي ثم سلم على من سل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. نبو خلنا صراط بهم إماما زنت تمسكت معشر بهم ألاما التامي لحلنا بدار السلامة الفقر سلامة يا نور يا نور الظلامة هو للخلق رحمة وشفاء. سل يا ربي ثم سلم على من سل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. هدي هدي وبع إيمان كن إيمان خن فرقي نبوني لا خفي ميدركي نبي محمد يا شفيع الخلق هو للخلق رحمة وشفاء. سل يا ربي ثم سلم على من سل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. أطوى وتريب إميلي بين إميل بين لحلح محمد دلي شفنا المن نسلح نبو نبو نلما كل سام نكلح محمد اتبع آيتي لاين يا الله هو للخلق رحمة وشفاء. صل يا ربي ثم سلم على من صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. السلام عليك يا ترى من الله ما أتى في عقاب ليلة ضياء وعلى آلك الشمس وصحبه كبدري وما كبر الخطباء. سل يا ربي ثم سلم على من سل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. هو للخلق رحمة وشفاء. هو للخلق رحمة وشفاء. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه آمين ونور ما تلوناه آمين وأذكار ما ذكرناه آمين هدية منا واصلة متصلة إلى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم اشرح للصلاة عليه صدورنا آمين ويسر بها أمورنا آمين وفرج بها كروبنا آمين واشفي بها مرضانا آمين وعافي بها مبتلانا آمين وفك بها أسرانا آمين وأنس بها وحشتنا آمين وطهر بها ألسنتنا آمين وارحم بها غربتنا آمين. يا رب العالمين آمين. اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد آمين. اللهم اهدي حوائج أمة محمد آمين. اللهم اشفي مرضاة أمة محمد آمين. اللهم وحي صوف المسلمين آمين. اللهم من أراد لنا والمسلمين خيرا فوفق كل خير آمين. ومن أراد لنا والمسلمين شر شر فخذ أخذ عزيز المقتدر يا رب العالمين آمين. اللهم اكفينا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت إنك على ما تشاء قدير آمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين. ولا مبلغ علمنا آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك آمين. ولا يرحمنا آمين. ولا إلى النار مصيرنا آمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا آمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض وما الأرض إليك يا رب العالمين آمين. أمتنا على كامل الإيمان وخذنا من هذه الدنيا غانمين سالمين يا رب العالمين آمين. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين آمين. اللهم اغفر لنا يا غفور رحيم آمين. اللهم احفظنا واولادنا آمين. وازواجنا آمين. وبلادنا آمين. والمسلمين اجمعين في كل مكان آمين. يا رب العالمين آمين. استودعناك الله يا ربي في ديننا وامانتنا واهالينا واولادنا اينما كانوا يا رب العالمين آمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من النار. اللهم ارحم موتى المسلمين في كل مكان آمين. اللهم يسر أمورنا آمين. وأمور المسلمين آمين. اللهم اجعل أزواجنا مثل أزواج الصحابة آمين. واجعل ذرياتنا مثل ذريات الصحابة آمين. واجعلنا نقتدي بالصحابة آمين. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين آمين. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين آمين. اللهم طهر قلوبنا آمين. من النفاق وأعمالنا من الرياء آمين. وألسنتنا من الكذب آمين. وعيوننا من الخيانة آمين. فإنك تعلم خائنة الأعين آمين. وما تخفي الصدور آمين. يا أرحم
العالمين ارحمنا والمسلمين. الله تسمي دابلي قد أما تمسوم يهوردنا تسمي دابلي قد أما تمسوم يهوردنا زال زال خي تسمي زال مسلم تسمي سامت له وهلو يمن له وداش خما بين بيحتقه الله يتوده كل حنقول داش عاشم حنقوله الله يتم زي جنة بست بزاقات وشهو جنة بست بزاقات وشهو وداش خوبة عمان يا النبي وقي عمان وقي جزنا مهمان وفزنا مهمان وانجو ارتين بسلا إلى أمر الأب السلام والديتنا بعد تاء الله يبوردنا كل يوم تشين كر الله بسلام يا دركن بسلام يا ولد بسلام يا سادر بكم في تبتكن تناقروا يوم من ناقر يا زلنا تشين بوكم من ناس تجاركن الله يسدسكن الله يسكن we pray to Allah to nourish our heart our soul unite our mind connect our resources to build ourselves to build the future for our children oh Allah bless us wherever we are oh Allah the food we eat bless it the water we drink bless it oh Allah those Muslims who are sick cure them through your virtue through your power the water they drink make it medicine for them the medicine they take make it curing for them oh Allah those who died before us be with them protect them from the torture of loneliness from the torture of the grave widen their grave oh Allah protect us from any harm of this life and the hereafter oh Allah give us good friends good brothers good sisters oh Allah make us united make us work in conformity in unity together we are strong oh Allah don't make us weak oh Allah don't make us divided oh Allah kick out the devil among our family among our community among our soul kick him out from our houses oh Allah bring us all good things protect us from all harm oh Allah make the rain peace for us make the rain bring in peace for us oh Allah when it is cold help us to sustain it overcome the cold of this life and the cold of the hereafter oh Allah protect us from the heat oh Allah protect us from all harms that we know and that we don't know may Allah subhanahu wa ta'ala as he gather us under the banner of our beloved and honorable prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in the day of judgment oh Allah make our life very peaceful oh Allah make our life peaceful oh Allah make our world a better place for all humanity to live in peace and prosperity decency respect one another respect human soul oh Allah protect us from all harms may Allah subhanahu wa ta'ala bless us we pray to Allah what the prophet prayed for we stand what prophet stand for we love prophet Jesus he is our beloved prophet we love him We will not allow Jesus to be attacked. We will not allow Moses to be attacked. Why? Moses is a Muslim. Why? Jesus is a Muslim. All our prophets of Allah are Muslim. We love them as we love our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All the prophets, we will not divide them. We unitedly love them. Jesus is the son of Mary, not the son of God. Say after me three times. Jesus is the son of? Not the son of God. Now let it go. Jesus is the son of Mary, not the son of God. One more time. Jesus is the son of Mary, not the son of God. And that's a simple truth, and that's the fact. We love Jesus. He's our prophet. He's going to come to down earth. Inshallah, those of who are living and those who future Muslims that live in this time will follow his leadership and banner. And inshallah ta'ala, make it that day also coming forth in our lifetime, all the children, our grandchildren's life. وآخر دعوة الحمد لله رب بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على شفيعنا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليما تكبير الله اكبر louder تكبير الله اكبر I want to hear from the audience one more time one
3 go تكبير الله اكبر ذا ماكسيمم بوز يو ون مور تايم تكبير الله اكبر ان شاء الله بارك الله فيكم تك ا كويك بريك كونتينيو جست ستارت وي ار ذا بيجينينج اوكي ان شاء الله ستي هير دونت جو نو وير ايت بلاي بلنتي اوف فود هاف فن اوكي اوكي السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم احلاج وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته امان تفو امان الحمد لله نعود بالغو امبي لي حوجي قدير يام لي اللهم السبع بوردنا امين دائما مصوم يا بوردنا امين ان شاء الله اتكبت واتكبت امين كفوت قار نطوف ونطفن ان شاء الله امين بنا جبا امين 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 صوستنيا يبجنا لنيا يا زبن مكنيا اي تطنيم كراتنيا اي توينيم بالهاتنيا بانا بارك الله دائما مسوم السبي تستر الخبي الله يا سامتنا والداي سناهم صالح وابديوش لنا الله يليك لنا ديوا امام بذكر يشيو ان شاء الله والدي جايب يجيب له وفوت قار نطوف ونطفن ان شاء الله زال خوب التايب كلهم الله يكحره مكيت امان مكبا امان منيت امان منكح امان تخشور خبو تفرو سلط ان شاء الله هل درد اخنو ان شاء الله امين زديج امان زديج بو امان دائم امان دائم لماي يا ربي يا نتا وفيت وش لنا يدبقى وفرجت وش لنا زموتا واحلو الجنة وش لنا زالوا واحلو البركة وش لنا نخشاو بكرامة نفراو بسلامة محمد رسول الله كرامة به اللوانة بكرامة به يتقنا رزقنا يا ربي فاجبة تتفاجئنا يا ربي يا ربي يا الله رحمة السالبة بحداب لنا قيتنا قل دراجة يا فرحنا قبلنا قل قارتنا يا فرحنا إن شاء الله نخشاو بكرامة نفراو بسلامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله صلوا عليه وسلموا تسليما على المصطفى يا سادتي صلوا عليه وسلموا تسليما نبي تولد بازي بمكة زدرك رفوم ريت أسمت الرزو وراحك زنتي ومحو محفايا بلا مريمة صلوا عليه وسلموا تسليما المصطفى يا سادتي صلوا عليه وسلموا تسليما حبي زي حقان مستي زوادك أين زو كلت كيني وكم زو تراوت ايو مصطفى يا سادتي صلوا عليه وسلموا تسليما المصطفى يا سادتي صلوا عليه وسلموا تسليما حبي زي وخان بينا من محتي ما زيتي ولد واركو يتبور غير إلى أمر الأبد أزيو يمسلي الرناي ولدي لبد كيف قلوس رحمة خان ما حي نزل مال سلو عليه وسلموا تسليما المصطفى يا سادتي صلوا عليه وسلموا تسليما المصطفى يا سادتي صلوا عليه وسلموا تسليما يا سادتي صلوا عليه وسلموا تسليما نبي انت ولد بازي بمكة زدرك رقم ريت أسمت الرزو وراحك زنتي ومحوى محفايا بلا مريمة صلوا عليه وسلموا تسليما المصطفى يا سادتي صلوا عليه
سلموا تسليما. ربي زي وخانة بينا من محتي ما زيتي ولد ورخو يتبور ديل إلى أمرة أبد أسيو يمسلي أرنا يتولد الأبد إكلوسو خانة ما رحمة حي نزل مال. سلوا علي وسلموا تسليما المصطفى يا سادتي. سلوا علي وسلموا تسليما المصطفى يا سادتي. سلوا علي وسلموا تسليما. ربي خانة بينا من محتي ما زيتي ولد ورفو يتبور ديل إلى أمر الأبد أزيو يمسلي أرنا يتولد الأبد إقلوسو ما رحمة حي نزل ما سلو عليه وسلموا تسليما المصطفى يا سادتي. سلو عليه وسلموا تسليما المصطفى يا سادتي. سلو عليه وسلموا تسليما. نبي لي بوردي آمين بركة زي يا بوردنا آمين. يا ربي يا الله نبي ما تولز يوزي فكحك وتأخذهم الله يفكح لنا آمين. يا ربي الدنيا بآخرة ومالدنا آخرة بزا الله يكد ومالدنا يا ربي إنزنا بنور قلبزنا بإيمان أبراسنا بشهادة بحبادة بوردنا بادي بوردزا الإيمان شدنا اللي يوم السوا وكيل زنا خاق انتخ رحماني اهدقنا رزقنا نخشى ونرخب نفرى ونسلد بحق ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله. أسير الناس والشهوات جاء إليكم محسنا فيكم رجاء أظن سادتي بفكاك أسري وإطلاق العقال لمن أساء فإن لكم بحق الله سيرا إذا شئتم به يكفي البلايا. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم تسليما. بردا خير بطول إن شاء الله تعالى قربان قربنا شعنا نسو أحد قرب خطيب ذا شوسا نسو قربات على إنه ناشر نامي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على رسولك خير الخلق كلهم تذكر جيران بذي سلم مزجت دمع جرام ممتهم بدمي أم هبتي ريح من تلك قاضمة أو مضربك في الطلبة من يضمي وما لعينك إن قلت تكفو فاهمة وما لقلبك إن قلت تستمعي أيعصب صبوها أن الحب منكتم بين منسجم منه ومضرب لولا الهوى لم ترقي دمعا على طلل ولا أرد بالبال ولا علم كيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدم والسكر وأثبت الويد خط عبرة وضنا مثل البهار على خديك ولنا من عمسرى طيف من وفارقني والحب يعترض اللذات بالألم يا نائمي في الهوى العذر معذرة من إليك ولو تصدمت عليك حال لا سرى بمستتر على الوشاة ولا دائم مستتر
وقد زده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على الإنسان وكيف تدعي الدنيا ضرورة من لولا لم تغني الدنيا من العدل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرض وعن العجم كان أمر الناهي فلا أحد أبر في قولا ولا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحول الخير مفصل فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يداروا في علم ولا كرم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يداروا في علم ولا كرم وكل من رسول الله ملتمس ثم اصطفاه حبيب عبار فهو الذي معناه وصورته ثم اصطفاه حبيب عبار النسل منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غيره دعمت دعات النصارى في نبيهم وانصف إلى قدره ما شئت من النظم فإن فضل رسول الله ليس له حد الخيول وعنه ناطق بفمه لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم تفتق ولم نهم عيا الورى فما معناه فليس يرى للقرب والبعد في غير منفهم كالشمس تظهر للعين من بعد صحية وتلك للطرف من كيف وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يضام تسلمه بالقلوب ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير الله كله أكرم بخلق النبي يمدانه خلق مستمر من بشر خشر اتقلدان ما يخشى عواقبه كأنني بماد من النعم إن أتى ذنب فمادي بمنتقد من النبي ولا حبل بموسى فإنني ذنبه منه بتسميتي محمد وهو أنف الخلق بي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسعا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا لا اله الا الله لا اله الا الله الوهم لا يدركه والعجز لا يلحقه لا اله الا الله ونسوق بيعة المولد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما يا أيها الذي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا الأنبياء. الصلاة والسلام عليك يا أطول الأنبياء. الصلاة والسلام عليك يا مجدي. الصلاة والسلام عليك يا نبي. الصلاة والسلام عليك يا خير الأخير. الصلاة والسلام عليك يا دار العناصر. الصلاة والسلام عليك يا عالم الفاخر. الصلاة والسلام عليك يا مولانا. الصلاة والسلام على المشفع في القيامة. والسلام على محمد الرسول. والسلام على النبي. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وعرف العباد والعباد في الأخلاق الحسنة والسيادة عرفا وعادة أدبه فأحسن تأديبه وجعله أجل المناصب وأخر المناقب حقه ونزهه عن جميع النقائص والرذائل وفطره على محاسن الأخلاق وألطف الشمائل جعل السكينة لباسه والتقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق والوفاء سجيته والمعروفة خلقه والحق شريعته والإسلام وأحمد اسمه هدى بها بعد الضلالة وبصر به بعد العماية أمته خير أمة أخرجت للناس ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاف في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولم يقبضه الله تعالى حتى قام به الملة العوجاء بأن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح به عينا وآذانا ثم وقلوبا غلفا خير البشر وتحية البشر أسرته خير الأمور وشجرته أبرق الشجر وعترته الضبر. صلاة وتسليم يفوق المطالب على المصطفى والآل ما بتسلم. سحائب وجود المصطفى عمة الربا وشهر ربيع جانا منه بمانا. السلام على النبي سلام على نور وحمده. السلام على النبي سلام على نور وحمده. أوايا بنبي ما جمع نور وحمده. السلام على النبي سلام على نور وحمده. أشكو شبه نبي سم قدر نور وحمده. السلام على النبي سلام على نور وحمده. أوايا بنبي ما جمع نور وحمده. السلام على السلام على نور سلام على نور وحمده. ساتي تجلي نبي سم كدر نور وحمده. السلام على نبي سلام على نور وحمده. هذا نور إسرائيل على نبي سار نور وحمده. السلام على نبي سلام على نور وحمده. نبي موتى سلام بلونا نور وحمده. السلام على نبي سلام على نور وحمده. خلق لك راسا السلام على نبي سلام
بلو مجاهد وبلو نور واحمد السلام على نبي وسلام على نور واحمد قائد احمد مجاهد احمد نور واحمد السلام على نبي وسلام على نور واحمد حسنين لنا نبي نور واحمد السلام على نبي وسلام على نور واحمد سجن الانبرين نبي نور واحمد السلام على نبي وسلام على نور واحمد ولا دما صلوا دما نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد دما اول مقدم نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد تاخير اول مقدم نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد نبي جوانا سلام على نور احمد السلام على نبي 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 سلام على نور احمد نبي مجاهد فصيحة نور احمد السلام على سلام على نبي نور سلام على نور سلام على نبي نور سلام على ألا إن خير الناس في الأرض كلهم نور سلام على نبي نور سلام على يجلى عنا شوق ترحمي نور سلام على نبي نور سلام على نبي نتاوى الناس في عنده نور سلام على نبي نور سلام على حملت الناقد فوق رحلها نور سلام على نبي نور سلام على رواف ذمة لمحمد نور سلام على نبي نور سلام على حتى على خير وأوسع نائلة نور سلام على نبي نور سلام على هذا المهند نور سلام على نبي نور سلام على صالع من صالعت من ذي عداوة نور سلام على نبي نور سلام على يبغض ملمس على بغضكم بغضي نور سلام على نبي نور سلام على ألا يا رسول الله كنت رجعنا نور سلام على نبي نور سلام على وكنت بنا بنا ولم تكن جافيا نور سلام على نبي نور سلام على إذا لرسول الله أمي رحالتي نور سلام على نبي نور سلام لك من الله السلام تحية سلام لك نور سلام لك الجنات من العدر راضية سلام لك سلام لك أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا نور سلام لك نور سلام لك أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا نور سلام لك نور سلام لك هو المصطفى المبعوث للخلق رحمة سلام لك نور سلام لك عليه صلاة الله مع نور سلام على نبي نور سلام على اللهم صلي وسلم عليه صلى الله وسلم عليه وعلى صلى الله عليك يا محمد صلوات الله عليك نبو محمد صلى الله عليك يا محمد صلوات الله عليك نبو محمد صلى الله عليك يا محمد صلوات الله عليك نبو محمد جل بلاد الشفيع يا محمد ذكره يجلي النفوس نبو محمد صلى الله عليك
كل قلبي يا محمد هو مصباح الظلام نور محمد فصلى الله عليك يا محمد صلوات الله عليك نور محمد ذكره نور لحيه يا محمد وعلى المختار صلى الله نور محمد فصلى الله عليك يا محمد صلوات الله عليك نور محمد زاد فضل وكمالا يا محمد وبدار خلد حلا نور محمد فصلى الله عليك يا محمد وقلبي يا محمد على خير خلق جدنا ابو محمد الف صلى الله عليك يا محمد صلوات الله عليك انا ابو محمد صدراعي مرامي يا محمد قبل رياض حمارينا ابو محمد الف صلى الله عليك يا محمد صلوات الله عليك انا ابو محمد سر الى المختار عاجل يا محمد بالرواحي والقدوبين ابو صلى الله عليك يا محمد صلوات الله عليك أنا أبو محمد هذا شوقي وظلامي يا محمد بالذي جار الظلام أبو محمد صلى الله عليك يا محمد صلوات الله عليك أنا أبو محمد قل أرى قبل مماتي يا محمد خاتم في الحجرات أبو محمد صلى الله عليك يا محمد صلوات الله اللهم صل وسلم عليه
إن شاء الله تعالى نتخيط لما كعتاي سنة جيستي مريم أيوب جبريل و جيستي نسيمة أحمد داود إن شاء الله تعالى إنجليسنان بي إنجليسنان بي الناج عربي بني كرازانا معناه زي يقول لي يقول لي يقول لي ميكروفون استيقاف نسيمة مريم لي إن شاء الله تعالى كتاب لهم هدية ستخيو كوسيوم هدية ستخيو So you're gonna keep it, this is your book. Okay, I wrote it, I compiled it, so you're gonna remember your uncle, Sheikh Salah, Wazir, inshallah ta'ala, remember me in your dua. So this is gonna be your gift. So what we say in Arabic is, it may be foreign to you, so that's why translated for you guys, so you can understand what it means in Arabic and English. Then after you finish, we're gonna do the Arabic portion, so you make yourself familiar. That's what we do. So the mic is yours. Whoever decides, go first. So you alternate. Inshallah, ta'ala. So inshallah. If you do a paragraph, sit to next. Yeah, to each other. When I mention their name, they're gonna wave their hand for you, so you know who is who. I will say to the right, Maryam Ayub Jibril. Maryam, can you raise your hand? All right. Takbir! Allahu Akbar! Next to her is our daughter, Nasima Ahmed Dawood. Raise your hand. Takbir! Allahu Akbar! What about, they're about to read, as I said in introduction, what we said in Arabic, I translated in English, for our children and grandchildren to know, so you understand the meaning of what your fathers and grandfathers are doing. With the Prophet, his mother, was pregnant, different prophet of God came in dream and gave the good news to Amina what she is carrying. So that's what they're about to read, which we say in Arabic, Tala Shiri Amina. Back home, when they say this, you feel the house is shaking. Your fathers and grandfathers when they do it, if you see it on YouTube. So that's what it means. So they are about to read it. So some portion, if you have difficulty in Arabic to read it, you can skip it slowly. Some of the names, Salah al-Din al-Allai, if you cannot pronounce it right, it's okay. Just get to the story, what it is. Go ahead. Please, no distraction, no side talk. The floor is for them. Small children, they can have for no problem. Go ahead, please. Bismillah, say bismillah. Bismillah. And speak louder, don't worry. Some of the scholars of Al-Islam, the ones who authored the biography of the blessed birth of the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Amina, the daughter of Wahab, was pregnant with the Prophet Muhammad, peace be upon him. On Friday night, the first day of Rajab, she saw birds surrounding her because of the high rank of what she was carrying in her womb. When Amina wanted to get a drink from a well, the water used to come up to her level in order to make it easy to receive the water, all because of the high rank of the Prophet Muhammad, peace be upon him. She told her husband about what was happening to her. Her husband said, "This is an extraordinary thing that is happening to you because of the high rank of the baby that is in your belly." Amina then said, I used to hear the tasbih of the angels, subhanAllah, around me, and I heard a voice say, this is the light of the master, the prophet, peace be upon him. Then I had a dream, and it was a tree with shining stars, and among them was a beautiful shiny star that outshone all the rest of the stars. While I was looking at its brightness, it fell in my lap, and I heard an angel saying that this was the master, the prophet. Then an angel came to me with the green paper and said, you are bearing a child who is the master of the prophets and messengers. Takbir! Allah Akbar! MashaAllah, continue. Amina said, I woke up from my sleep frightened, and I told my husband. He said, go to Khalifa, the son of Atab. He will clarify the dream for you. I went and informed Khalifa about the dream. He said, the dream was Ibrahim al-Khalil. The stars were the prophets among his sons.
The big bright star that outshone the other stars was the prophet of his era. He will break the idols and worship Allah. And with regard to that star falling in your lap, it means that you will deliver him and he's going to have a high status. His miracles will spread in the east and the west. Takbir! Allah Akbar! Allah, continue, Maryam. Louder. Amina said, I returned to my house very happy. When Amina was 6 months pregnant with the Prophet, Abdullah died in Al-Madinah, having been 18 years old, as mentioned by Al-Hafidh Salafuddin Al-La'i. Al-La'i. When Abdullah died, the angels asked Allah Ta'ala, saying, what means, O Lord, will your Prophet and your beloved one become an orphan? Allah Ta'ala said what linguistically means, O my angels, I am more deserving of protecting him than his mother and father. I created him and I provide him sustenance, and I make him victorious, and whatever Allah wills to be shall be. Takbir! Allah Akbar! Amina said, one night during my first month of pregnancy, a man with a beautiful face and a nice scent came to me. He was pointing towards my heart and saying, welcome, O Muhammad. I said, O sir, who are you? He said, I am Adam. I said, what do you want, O father of the humans? He said, what a beautiful thing, Amina. You are going to be delivering the best of the creations and the one for whom the moon will split and to whom the rock will say, Assalamu alaikum. And whom the trees will obey. Cool. Takbir! Allah Akbar! Inshallah. Continue, Maryam. During the second month, a man with a high rank came to me, pointing towards my heart and saying, Assalamu alayka, O Messenger of Allah. I said to him, sir, who are you? He said, I am Sheikh. I said, what do you want, O Sheikh? He said, what a beautiful thing you are going to have, O Amina. You are bearing the blessed prophet and the great master. The lizard will speak to him, and the rock will say Assalamu alaikum to him. Then he left. Takbir! Inshallah. During the third month, a man of great humbleness and radiance came to me. He pointed towards my heart and said, Assalamu alaikum, O Prophet of Allah. I said to him, sir, who are you? He said, I am Prophet Idris. Then I said, what do you want, O Idris? He said, what a beautiful thing is going to happen to you, O Amina. You are bearing the best of the prophets and a great jewel. Then he left. Takbir! Allah Akbar! During the fourth month, a dark-skinned, handsome man came to me, pointing towards my heart and saying, Assalamu alaikum, O you truthful one. I said to him, sir, who are you? He said, I am Noah. I said, what do you want, O Noah? He said, what a beautiful thing is going to happen to you, O Amina. You are bearing the one who will be victorious and whose intelligence is above all. Takbir! Allah Akbar! During the fifth month, a handsome man came to me, pointing towards my heart and said, Assalamu alaikum, O best of the believers. I said to him, sir, who are you? He said, I am the Prophet Ud. Hood. I said, what do you want, O Hood? He said, what a beautiful thing is going to happen to you, O Amina. You are bearing the praise messenger, the one who is generous. Takbir! Allah MashaAllah. During the sixth month, a man with a great glow came to me and pointed towards my heart. He said, Assalamu alaykum, the love of the beloved one. I said, sir, who are you? He said, I am Ibrahim. I said, what do you want, O Ibrahim? He said, what a fine thing is going to happen to you, O Amina. You are bearing the best of the messengers. Then he left. Takbir! Allah. During the seventh month, a man came to me with a beautiful face, like the glow of the moon, pointing towards my heart. He said, Assalamu alaikum. One with great status. I said to him, sir, who are you? He said, I am his father, Ismail. I said, what do you want, Ismail? He said, what a beautiful thing is going to happen to you, O Amina. You are bearing the one who has the best lineage, who is very articulate. And then he left. Takbir! Allah! Inshallah.
During the eighth month, a tall man came to me, pointing towards my heart and saying, Assalamu alaikum, O Imam of the Believers. I said to him, Sir, who are you? He said, I am Musa, the son of Imran. I said, What do you want, O Musa? He said, What a beautiful thing is going to happen to you, O Amina. You are bearing the one to whom all, to whom Al-Quran will be revealed. Then he left. تكبير الله اكبر ما شاء الله تكبير الله اكبر الله بلس ولما حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم بار سفا ويقينها وانطوت الأحشاء على جنبيها وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على جنبنا قالت آمنة بنت أب لما كان أول شهر من شهر الله رجب فبينما أنا ذات ليلة دخل عليه رجل حسن الوجه طيب الرائعة وهو أشير بوفاتي ويقول مرحبا مرحبا بك يا محمد فقلت له سيدي من قال أنا آدم فقلت ما تريد يا أبا البشر قال أبشري يا آمين بسيد البشر وفخر ربيعة ومطر ومن يشق له القمر ويسلم عليه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر فلما كان في الشهر الثاني دخل عليه رجل جليل القدر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله قلت له سيدي من قال أنا شيخ فقلت وما تريد يا شيخ قال أبشري يا آمين فقد حملت للنبي الكريم والسيد العظيم الطب له يكلم والحجر عليه يكلم من ترس فلما كان بالشهر الثالث دخل عليه رجل له سكينة ووقار وعليه ضياء وأنوار وهو يشير بيدي لأفوادي ويقول الصلاة والسلام عليك يا مزمل الصلاة والسلام عليك يا مدثر قلت له سيدي من أنت قال أنا النبي إدريس فقلت وما تريد يا إدريس قال أبشري يا آمين فقد حملت النبي الرئيس والجوار النفيس صاحب التصفيه والتهديد ثم انطرف لما كان في الشهر الرابع دخل عليه رجل أسمر ووجه أسمر منيح المنظر وهو يشير بيدي لأفوادي ويقول الصلاة والسلام عليك يا صادق الصلاة والسلام عليك يا صفوة الكريم الخالق فقلت له سيدي من أنت قال أنا نور قال وما تريد يا نوح قال أبشري يا آمين فقد عملت بالنبي المأمور صاحب النصر والفتوح الذي تكاؤه بآفاق يكون ثم انصرف فلما كان في الشهر الخامس دخل عليه رجل حسنه مكمل ووجهه محمد ووجهه مجمل وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول الصلاة والسلام عليك يا زين المرسلين الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين قلت له سيدي من أنت قال أنا نبي الله هود فقلت وما تريد يا هود قال أبشري يا آمين فقد حملت للنبي المسعود والرسول المحمود صاحب الكرم والجود والولي المحمود مصر فلما كان في الشهر السادس دخل عليه رجل المقدار كثير الأنوار وهو يشير بيدي لأفوادي ويقول الصلاة والسلام عليك يا حبيب المحبوب الصلاة والسلام عليك يا بغية المطلوب فقلت له سيدي من أنت قال أنا إبراهيم الخليل فقلت ما تريد يا إبراهيم قال أبشري يا آمين وقد حملت بالنبي الجليل والرسول الكريم ثم انصرف فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح وهو يشير بيدي إلى فؤادي ويقول الصلاة والسلام عليك يا صفوة الإله الصلاة والسلام عليك يا عظيم الجاه
فقلت له سيدي من قال انا ابو اسماعيل الذبيح فقلت له سيدي وما تريد قال ابشري يا امينه فقد حملت من نبي المليح صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح ثم صرف فلما كان في الشهر الثامن دخل علي رجل طويل القامة مليح الهامة وهو يشير بيدي لأفوادي ويقول الصلاة والسلام عليك يا إمام الأبرار الصلاة والسلام عليك يا حبيب الملك الجبار فقلت له سيدي من أنت قال أنا موسى بن عمران فقلت وما تريد يا موسى قال أبشري يا آمنة وقد حملت من جبل ينزل عليه القرآن ويكلم الرحمن فلما كان في الشهر التاسع دخل عليه رجل لابس الصوف وهو بالعبادة موصوف فأشار بيدي لأفوادي ويقول الصلاة والسلام عليك يا زين الخلائق الصلاة والسلام عليك يا مظهر الحقائق فقلت له سيدي من قال أنا عيسى بن مريم فقلت وما تريد يا عيسى فقال أبشري يا آمنة فقد حملت للنبي الأكرم والأطوف الأرحم وفي هذا الشهر فضلي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يا عيد آمنين بعيدا ورسولنا عيد أبشرنا يا آمنين تكبي بسم الله والحمد لله أم رسول الله رسول الله آمين آمين يا عيد رسول الله أبشر يا عيد رسول الله آمين سبيك السبد عظيم عشا محمد ساعد التوحيد رسول الله آمين آمين يا نبي عيد رسول الله أبشر يا عيد رسول الله آدم مبشر زايد رسول الله آي آمين يا نبي آي دا رسول الله أشرنا يا آمين يا رسول الله آي أكوتنا مرتي إنا يا جبح الناتي بلا مرتي ولتي رسول الله آي آمين يا نبي آي دا رسول الله أشرنا يا آمين يا رسول الله آي أرشي بذك ملاتي تنسي مرزي توتي مصطفى دولتي رسول كل يوم ولا يا عين الفجر يتولد قرنا بنور بركات
جبريل انتورا مشافركا يمين سلام ذو مزو يا مودكا شيطانا وإبليس في البتشينكا كفتي نخبور دي يكسر وكيسر كل يوم وليالي يا ربي يا أحمسان كاتريو علو لازمي أكبر رسوله ملحيو زنور كنديل بنتاج لبسيو كزيزو بيستيو سورة البقر كل يوم وليالي الفكر يا ربي يا شركان كوتز سيدك مكة جيبك الحني والوافر كل يوم وليالي الفجر يا رب يا محمد يا رب يا محمد بارك يا رب يا محمد كل يوم وليالي الفجر جنة بريم لقمة خيط البيت كفت عزان أبيات ولحوم لقم ومسان زي درجة قلبي ودخول يا رحسان رسول تفتي خوص من برسة تزيو نبي وابي بكر كل يوم وليالي الفجر سل يا ربي على محمد سل يا ربي على محمد بارك يا ربي على محمد كل يوم وليالي الفجر غير دلاقي رحمن كافيو قد قيلم أمير أسلي نكاشيو طاهر زي تقول بكريشيو نور ذو برج ذو رسول هاشميو قليل ذري وصاحب ذي أبو بكر كل يوم وليالي الفجر صل يا ربي على محمد صل يا ربي على محمد بارك يا ربي على محمد كل يوم وليالي الفجر خالق يسوال مسمى لأذنه خشمه خالق يراد مرلينهم بخشمه خالق حياسو حياسو روح وعقربتي لخشمه دشي واسمبي الله زايو بلايين يخنمه سمبي زالج ملائكة تجوى إيرواتونا تنتيو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كل يوم وليالي مصطفى والله تدخل دايم ومنطفى الرات ما يفافى تدخل التالفى تدخل ايتلاينا الى كبر يفى نبو تدخل بحنا موت ما بنتكبر كل يوم وليالينا الفكر سل يا رب يا محمد سل يا رب يا محمد بارك يا رب يا محمد كل يوم وليالينا الفكر قول قيدهم نجيني باجونا يا ربي أبيرني لنا آمين حبك إربم دوازي وشاية يخلنا آمين شام شفالي حبيب الله محمد مدخلنا آمين جنة بمدالنا يصنع كوثر كل يوم وليالينا الفجر سل يا ربي على محمد سل يا ربي على محمد بارك يا ربي على محمد كل يوم وليالينا الفجر مجن كلانا اللهم ازدود صفات موشا اسلام بيتشا دليل زوم سورة التوبة حلك ستنا حمست بالقرآن بتكيكلا اسلام دين اللي مدوكر دير خسارة قرآن بزالو حتفانا شهور كل يوم وليالي الفجر يا رب مصطفى حرمت سيد البشر كل يوم وليالي الفجر سل يا ربي يا محمد سل يا ربي يا محمد بارك يا ربي يا محمد كل يوم وليالي الفجر سل يا ربي
لحتنا اسم خابنا حبيب حرمة بيت زيك ملي بحر كل يوم وليالي نافل سلي يا رب يا لا محمد سلي يا رب يا لا محمد بارك يا رب يا لا محمد كل يوم وليالي نافل سلي يا رب يا لا محمد سلي يا رب يا لا محمد بارك يا رب يا لا محمد كل يوم وليالي نافل إني حزب لنبي أصحابك موقع حل زباي باي تزي وزباي أبو بكر صديقة عمر وباي وزي حقل فاروقة جامع القرآن عثمان بن عفان علم لباي وألي حيدر كل يوم وليالي الفكر سلي يا رب يا لا محمد سلي يا رب يا لا محمد بارك يا رب يا لا محمد كل يوم وليالي الفكر سلي يا رب يا لا محمد سلي يا رب يا لا محمد بارك يا رب يا لا محمد كل يوم وليالي الفكر أنا فاتقوا أرشمين فلسوف دو رسوله وأنبياء رئيسه رحمة زشومي ودار السلام نقصه أبليتي ونبي والبذوسه نبوت الصباح نبوت ما نكبر كل يوم سلي يا ربي يا لا محمد سلي يا ربي يا لا محمد بارك يا ربي يا لا محمد كل يوم ولياننا الفجر ربي يا لا محمد سلي يا ربي يا لا محمد بارك يا ربي يا لا محمد كل يوم ولياننا الفجر عدم صلى وصام وذكر عدم الحج ولبى واعتبر عدم سعى وطاف ونحر صلي يا ربي على نور البشر من وزوار سيد البشر كل يوم ولياننا الفجر سلي يا ربي يا لا محمد سلي يا ربي يا لا محمد يا ربي يا لا محمد سل يا ربي يا لا محمد بارك يا ربي يا لا محمد كل يوم وليالي الفكر قبلنا رزقا وقلبا خاشعا وأزواج وأولاد نافعة آمين كلنا عند الدعاء السابعة آمين يا حبيبكم معينا شافعا آمين يوم لا يغني صديق ووزر كل يوم وليالي الفكر سل يا ربي يا لا محمد سل يا ربي خيار خلقي وأزواجي وذرياتي وأنصاري مع أتباعي وعلى الرسل والأملاك البرر كل يوم وليالي الفجر سلي يا ربي يا محمد سلي يا ربي يا محمد بارك يا ربي يا محمد كل يوم وليالي الفجر سلي يا ربي يا محمد سلي يا ربي يا محمد بارك يا ربي يا محمد كل يوم وليالي الفجر صلاة ترضى بها عن النعمان مالك وشافعي ذي البيت وأحمد وعبد القادر جيلان وجميع الأولياء والسيدة هاشم الشيخ هاشم السعدي والشيخ أبادر كل يوم وليالي نزل يا رب يا لا محمد الله نجاتنا آمين زمان زو بلا بيم
يا حليمة
رباك يا حليمة رباك يا حليمة بدرة اليتيمة بسين يا حليمة رباك يا حليمة رباك يا حليمة بدرة اليتيمة بسين يا حليمة حمزه تاكد كد بزوده تباكد حتى ذي زوله تاكد تيمسلي نار حليمه راك يا حليمه راك يا حليمه بذره اليتيمه يتينا حليمه راك يا حليمه راك يا حليمه بذره اليتيمه زك زلاشتا في حزاين زيك بتر زلاشتا في السيف محمد ومود الزير تبي نار حليمه يا حليمة تباك يا حليمة بذرة اليتيمة قيسينا
كل للذال بالزي زدت بطيبة مودة زي أرقب قبتا حليمة شاكي يا حليمة تباكي يا حليمة بالجرة اليتيمة كيسينا حليمة شاكي يا حليمة تباكي يا حليمة بذرة اليتيمة كيسينا يا حليمة هاي ديخت حربي أشكا ما بيخت حد ياشكا باللي يخذيت من ياشكا حليمة فشاك يا حليمة تباك يا حليمة بذرة اليتيمة كيسينا يا حليمة فشاك يا حليمة تباك يا حليمة بذرة اليتيمة كيسينا يا حليمة محمد أمانة زلاينا زمانة إذا لنا رحمانة أمام بايو سلامة ذاك يا حليمة تباك يا حليمة بذرة اليتيمة يسينا يا حليمة ذاك يا حليمة تباك يا حليمة بذرة اليتيمة يسينا يا حليمة اللهم صلي وسلم عليه صلى الله وسلم عليه وعلى يا رحمن يا رحيم ترحم لنا فدم بايلايو فدم بلنا مصطفى حرمت فيه وفي وش لنا يا رحمن يا رحيم ترحم لنا فدم بايلايو فدم بلنا مصطفى حرمت فيه وفي وش لنا رضاك بيسكت رحمن البسنا لخشاب ما يتقى خلنا مصطفى حرمت فيه وفي وش لنا رحم لنا فدم بايلايو فدم بلنا مصطفى حرمت فيه وفي وش لنا قارت وولدات صلاة لنا إن خاضت على ما نغحلنا مصطفى حرمت فيه وفي وش لنا خير يدي القنا رحمة قدرة خابك الكير أحسن مصطفى حرمة بيه وفي وشنا يا رحمن يا رحيم ترحم فدم بإلهي وفدم بلنا مصطفى حرمة بيه وفي وشنا إن ينوكينا تقوك لنا يزر فين حلق ورحمن لحد بنا مصطفى حرمة بيه وفي وشنا يا رحمن يا رحيم ترحم لنا فدم بإلهي مصطفى حرمت بيه وفي وشنا يا رحمن يا رحيم ترحم لنا فدم بإلهي فدم بلنا مصطفى حرمت بيه وفي وشنا مصطفى حرمت بيه وفي وشنا يا رحمن يا رحيم ترحم لنا فدم بإلهي مصطفى حرمت بيه وفي وشنا وحزنا وثيمان إلهي نسانا بسلام عشر يوم بحداب لنا مصطفى حرمت بيه وفي وشنا يا رحمن يا رحيم ترحم لنا فدم بإلهي فدم بلنا مصطفى حرمت بيه وفي وشنا بعدين حلق وقويتو أمعلنا يزرفين حلق ورحمن خطربنا مصطفى حرمت بيه وفي وشنا يا رحمن يا رحيم ترحم لنا فدم بإلهي فدم بلنا مصطفى حرمت بيه وفي وشنا حوجي قويتو ومعلنا حوجي بماخرة بيخوت وشلنا مصطفى حرمت بيه وفي وشلنا يا رحمن يا رحيم ترحم لنا فدم بإلهي فدم بلنا مصطفى حرمت بيه وفي وشلنا قرآن وحديث ورحمن بصير بنا قيزنا تيمان قويتو وبوردنا مصطفى حرمت بيه وفي وشلنا يا رحمن يا رحيم ترحم لنا فدم بإلهي فدم بلنا مصطفى حرمت بيه وفي وشتنا قويتو وطنينا حجام رتنا أمرك جميهم يكان زلوجنا مصطفى حرمت بيه وفي وشتنا يا رحمن يا رحيم ترحم لنا فدم بإلهي فدم بلنا مصطفى حرمت بيه وفي وشتنا ومن وازلاته سات الكامو لنا زودت خنب بعد جنة بيبدالنا مصطفى حرمت بيه وفي وشتنا يا رحمن يا رحيم ترحم لنا فدم بإلهي فدم بلنا مصطفى حرمت بيه وفي وشتنا مصطفى حرمت بيه وفي وشتنا اللهم
ولا إمامه إمام شيلمي 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 ولا إمامه اللهم صل وسلم عليه صلى الله وسلم عليه يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر أو عمر يا شيخ بدر الذي قولي بسم الله وبفضل بسم الله قال قال سود الله أو بحر يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر أو عمر يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر الله يواصل حكيمك نبي أمة لتوفيقك أو بحر يا شيخ بدر صل لله يا شيخ بدر صل لله يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر عم صلى ودا جا دزو مكان بسراجة نبي خلونا تاجا شر الله يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر نبي واسد يوم راجا زود لي من أواجا نبي كمشي بي من ماجا أو بحر يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر كروس مني ماجا فارسو مني ماجا شيخ بدر كرامة بفجلنا حاجة بحر يا شيخ بدر ربنا يا شيخ بدر شيء لا يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر من الفتاة تبكي لي فرجة كرامة خبر وبتقولنا خيراتا أو بحر يا شيخ بدر شيء لا يا شيخ بدر شيء لا يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر أخامنا لخو بقرقارة مسكين جميلة قرقارة إمام بوها فرقارة أو بحر يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر وانت الله كرام خوبي كان نزال كان نزالو او بحر يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر او بحر يا شيخ بدر او بحر يا شيخ بدر لا اخو شيخات لملاكو بحر ذو جميل حكيكو ابا او بدر يتيم يليكو او بحر يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر او بحر يا شيخ شر الله يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر شر الله يا شيخ بدر شيخ زينة من قيسة شيخ بدر أو بحر يا شيخ بدر
شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر شيل الله بادر تقولنا كيش يا كرامة خب زيادة خير جميل زيادة شيخ بادر قدم البلادة وعلى شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر ودر زيت افودوسا او بحر يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر يا شيخ بادر يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر انا خالي ومزيتك مطبخ كل خيرات بيترفع او بحر يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ شيخ بادر عاوزنا ولدي والزادة يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر مشرق بامي بير نورا مغنم بير نورا او بادر زا الله دبن ستر نورا او بحر يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر كرت ميزيت ليلة تفتزال تحليلة او بادر قيزنا بركة او بحر يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر شيل الله يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر او بحر يا شيخ بادر يا نبي عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله واحد بيت زينة إني لك تايا زينة قلت له خبينا منا خاتم الخير وقانا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي فاطمة نبي علي حماچو حسن وحسين لبابو نبي رحمت بجيحا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أحلى عزك بلودي خوبي يا مسلم لي تازي ومرحب لي حاضر زي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إما يسعد بون بسلفة إما يسعد
صخرة من فاقا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سامي بيه محمود وبايق وصوت التيب ترحب حبيبي بايق ما ترحب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إلهي رحمة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لواء الحمد زيتورخ شفع الكبرى ورقمك قران بين فعل سيخ كم الخلق ستيخ يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ساتر رحمة سترانا فتزينا ستانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم واقض علينا ببركة خلع القبول والتكريم واسكننا بجواره في جنات النعيم واسقنا من حوضه يوم العطش الأكبر والهول العظيم آمين. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين آمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار آمين. وبآله الأطهار آمين. وأصحابه الأخيار وتكفر عنا الذنوب والأوزار وتحرزنا من جميع المخاوف والأخطار آمين. وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار آمين. وترحمنا بقدرتك أنت عفو غفار آمين. يا رب العالمين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصومة لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من حضرنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما آمين. هب مسيئنا لمحسننا آمين. ومقصرنا لعاملنا آمين. ولا تحرمنا خير ما عندك آمين. آمين. بشر ما عندنا يا رب العالمين آمين. اللهم ما تلوناه من كلامك العظيم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ذكرنا ما نسينا آمين. وعلمنا ما جهلنا آمين. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. أسأل الله لي ولكم حسن النية آمين. في القول أطي الله عشان القول والعمل والاستماع على ذلك قدير آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. My beloved brothers, sisters, our children, our youth, I will address it in English, particularly for our young people, our youngsters, because you are our future. You need to understand the legacy of your ancestors as who we are, where we came from, what are our form of belief,
what are our practices. Alhamdulillah wa ma sha Allah. Thank you. Allah subhanahu wa ta'ala made us a Muslim. It's a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. When we came to this country, we didn't came to rob, we didn't came to cause a problem. We are here as Allah subhanahu wa ta'ala willed for us to be here. I never thought in my life that I would leave. I never thought in my life I would leave my beloved city where I was born, Toledo, leaving my family and end up in America. It never crossed my mind. And I'm sure every one of you that would be the case if you ask your parents. So it's meant to happen, we came. So you need to understand our motto and our mission in life, whether we are in America, or whether in Africa or anywhere else. Allah created us for a purpose, and one purpose alone. Allah said in the Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. First and foremost, why Allah created us is for to worship Him alone. This worship is not that complicated. It is something easy to do. Meaning, if you just think and pause for a minute and you see what you have today, imagine from personal inventory, your eyes, your hand, your mouth, your kidney, your liver, your heart, you name it, and the earth you walk on, the food you eat, the air you breathe, the school you go to, the parents you belong to, whatever is from the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. In return, Allah said, recognize this. Yes, in America there is this beautiful tradition, the tradition of Thanksgiving. Good. What is our Islamic perspective of Thanksgiving? Well, there are numerous verses of the Quran that speak of Thanksgiving version in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala, for us to acknowledge, mention this earth, كُلُوا مِنْهَا, eat the fruit of the land. فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, go on land. Who created this land that we are driving the car? We're building a house. Allah. Oh, I need to buy the house. From who? Either from individual. Okay, go back. Where did that individual get that house he built? Okay. Where did he get the earth, the land from? Who gave it to? Which company, which government ultimately say, I own this land. Yes, temporarily you own it. But original owner of this land is Allah. Allah is land. Allah has earth. Allah has belonged to Allah. Look, Allah gave us land and there is no dollar amount attached to people. Allah gave us the light of the sun and there is no bill attached to it. Human being made this light. If you don't pay the bill, it's going to be cut off. No mercy. Right? Allah gave us abundantly the water. There is no bill attached to it. We don't pay nothing. We, the government of the human being, bring this water that created by Allah, bring it to your house, my house, we pay for it. If you don't, you're going to cut off. But did you reflect back and thank it Allah for abundant blessing of this water originated from Him? The fruit originated from Him. The land originated from Him. He is the creator of this universe. He has no beginning. He has no end. What does He want from us?
recognize and accept his rules. And you will get abundant blessing. Allah said, وَلَئِن شَكَرْتُمْ If you are thankful to Allah, لَأَزِيدَنَّكُمْ Allah will multitude the blessing that he have and I have more. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَكُمْ If you are angry on Allah, like one ignorant man who was rich and who was a king, or Mu'ad. Listen to this story. The best story, if you want to learn the story, the best story is the story of the Quran, mentioned in the Quran. If you want to learn the best history, the history that is mentioned in the Quran is very clear. It's not man-made history. It's a revelation. So in this story, we learn from the king of Mu'ad. At one time, six of his children, lightning came and died. He was so upset. Why my children died? Why God take my children? He was so mad. What did he do? He ordered two rules. Nile law. There was a river. He said, anybody crossing on this river, والعياذ بالله تعالى. He said, must curse Allah who killed my children. He put his people into tough dilemma. The people don't know what to do. If they say no, they're going to be killed. Most of them say, we are not going to curse Allah. To relieve the people and for us generation to come to remember, Allah punished him. That we are talking about it even today after thousand and thousand years. What happened? Typically, fire is extinguished by what? Water. That river that run, Allah changed it to fire and killed him and all of his soldiers that are subjugating the people to that difficulty. Allahu Akbar. Say Allahu Akbar. Say Allahu Akbar. Louder, say Allahu Akbar. So, وَلَيْ كَفَرْتُمْ If you are mad on Allah, if you are saying, well, I'm angry, Allah will teach you a lesson that you will never get any help from no human being. When something happens to you, you don't say, oh my God. You don't say, oh my God. You say, oh my God. Why? Because the difficulty that you face that instinctively that going to pull you out, it's not your father, it's not your wealth, it's not your brother, it's Allah. Then, the Prophet said, اعرف الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة. Know Allah at the time of ease, or the time of difficulty, Allah will help will give you. So, two things I want you to stick in mind for the rest of your life. One, recognizing the existence of Allah subhanahu wa ta'ala and no doubt about it. If you see this book, I'm going to ask you a question. If you see this book, what does that entail? Does this book make itself to exist out of nowhere or finish the rest? Or somebody? Exactly. What's your name? Bismillah alayhi wa Muhammad. Takbir! Allah. Is somebody wrote it? This book is written by somebody. It does not, it came out of nowhere and exist. Right? When you see this house, right, what does that entail? What's your name? Mu'az. Bismillah. Mu'az. Bismillah alayhi. Takbir! Allah. Our son Mu'az, he answered it right. So that entails this house is built by somebody. It didn't make itself to exist out of nowhere. I just give you two examples as a quick. So the rest of things are the same thing. Manufacturer, company, will do it together. When you think for a minute, when you see the sun come in early morning and go back, just think, okay? When you see all kind of different color of human being, when you see the mountain, when you see the sun, when you see different type of animals. Question to you all.
I have a question for you, and I have your I want to have your attention. When you see all this kind of different creation, do you think they exist by themselves? No. What? Who created them? Allahu Akbar. Takbir. Allah created them. Allah created them. So the atheist people, which are a lot in this country, all religion is a problem. They say there's too much controlling. It has no freedom. Da, 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 da. Therefore, forget religion. They say atheists will end. What? What does atheists say and do or believe? They don't believe in the existence of God. How come? How come? Who make you transformation from childhood to this who you are? Allah. Who? How on earth do you deny the movement of the sun? Can you stop the sun from coming from the east, bring it to from the west tomorrow? If you claim you are a scientist and you claim you have knowledge and you reject the existence of God, as you were a student, long time ago when I was a student, I wrote an article. My topic was proof of existence of God in college. This is what I wrote, a thesis. I said, I use this analogy that I mentioned. And I challenged the class. I had the presentation to do. And I said, some people who say we, the human being, came from chimpanzee. From, you heard that story, right? From chimpanzee monkey. I said, well, let's challenge that theory. I said to the class, and I wrote it, don't we have the same chimpanzee today? They said yes. Okay, I'm going to bring one chimpanzee for you in the class, put it into a glass. We set a camera, take 10 years, 5 years. Can you prove it to us? The transformation of this chimpanzee to human being, walking human being. Can you demonstrate to do that? They said that's impossible. Guess what? How many I got? 100 in the class. I defeated the theory of chimpanzee, the theory of atheists and then evolution, like from one soul comes. It's just silly thinking. It just religion of Islam is not complication. It has no complication. Some people who are extreme tied to you don't make you hate your religion. No. Maybe you will need a little bit of time as you grow up, your maturity grow. You know, when my daddy was screaming at me, when my daddy said this to me, now I know why. It's all for your benefit. There will be a time no more your daddy will control you or tell you what to do. This is the pure result. Daddy's and mommy's responsibility until you get to that age, they make sure you get it right. They make sure you have it. The information is right. Islam does not dictate you and say, don't aspire to achieve a big dream. Islam did not deprive you of your freedom not to worship or not to wear hijab. Of course, you know Oprah, right? Right? Oprah, what is her last name? Humphrey, most of you know, right? She had a show. I usually don't watch it, but one day I was very interested in the show, why women are being raped in America and why is the problem. She brought two anthropologists and discussing with them. And she said in her show in Manhattan, New York, if a Muslim woman walk modestly dressed, nobody bother her. The people are saying, not Muslims, these are not Muslims. Why? Because the dressing code she dressed is deterring from an attack. Whereas modern Americans or modern women these days opening their hair and all body exposed, subjugate herself to what? To more attack. Islam is not preventing your freedom not to covering your hair is not
cultural thing. It is coming from the verse of the Quran, Surah An-Nur, Ayah 30. Check it out. It is all for your goodness, nothing else. You can uncover your hair next to your father, mother, brother, your husband, no problem. A stranger is for a minute restricted for your own benefit and protection. Why? Having that exposure will trigger to the men to do some unhealthy stuff to commit adultery, something so forth and so on. That is, Islam will treat the issue into the bottom of it. So, if anybody attack you or preventing you from wearing your scarf, talk to us. We will come to your defense. When I go to the airport or somewhere, and my daughter and my wife is wearing hijab, even there was a time, if I don't wear my kufiya, guess what? I make sure I put my kufiya in defense of my wife and my daughter. Now, they are identified as a Muslim. I want to be identified as a Muslim too. Whatever my children, my daughter, my wife face, I like to face it too. I will see who has a problem with my kufiya. This kufiya put in my head does not make me terrorist. During 9/11, fellow Muslim sister were fired from work, specifically September 25th. I came to the TV in Atlanta. I addressed the public. I said, what this piece of clothes putting into a woman's head will make her terrorist or making the passenger uncomfortable. What's the problem? Did we run out of female officer to check on her? What's the problem? I said, why don't you ask the employer who fired her, tell us the reason why he fired her? I wrote him a letter. And when the TV people called him, he freaked and he reinstated him back. With all lost payments, he reinstated him back to work. Second example, I'm giving you this public record. With my colleague Imams in Georgia, our US Department of Justice, by name, I'm giving a specific name, Sally. Her name is Sally. She was the chief prosecutor and she was Northern Georgia Department of Justice. Myself, Imam Furqan, and Dr. Khalid reported her. Said, Muslim women are requiring when they go to DMV to remove their scarf. This is religiously mandated, and she shouldn't. She said she was very wise. Let me study it. She appointed a lawyer to study the matter, give an appointment, and then she agreed and wrote a directive letter, and we had a copy. Circulated to all immigration, DMV, not requiring Muslim women to take their scarf. We tremendously appreciated her for her brave. She's a woman that challenged Trump in her time. Trump actually fired her. She's a very brave woman. So this is part of our struggle for our right in this country. The African American fought for their right. Woman vote fought for their right. Islamophobic attack, we will not accept it. We are not second citizens. We don't want to harm our country of the United States. This is your country. This is my country. Yeah. And we defend it. We also fight for our rights. We will not allow nobody to mistreat us. So feel proud if at your school, at your workplace, you are intimidated because of your scarf, or because of your coffee, because of your beard, or subjugated you hardship. Talk to us. We will be your voice. So, in conclusion, life is too short.
because it is too short. Don't be deceived by the delusion of this temporary life, the dunya. Don't think because you are young, you're not going to die. We all can die. Death has nothing to do with age. Death has nothing to do with sickness. It is Allah's will. Be thankful to Allah, to what you have. Don't complain things that you don't have. Don't look at the people above you. Look beneath you. My children, I took them to Ethiopia. Listen to this and then conclude. I show them, look, something that they have taken for granted, and some other children, how far they travel to go to school, walk. Here, by your house, you have a bus to pick you and drop you. All kind of toys you have, yet you are not happy. You have your own room, you are not happy. It shouldn't be that the case. You should be happy with what you have. Be helpful to your parents. Choose good friend. A sahib yashab, not only for children, even for an adult. For adult, you have to choose your friend. Tell me your friend, I'll tell you who you are. It impacts your life. Carefully, as you don't eat all food. Do you eat all food when you go to the restaurant? What do you do? I choose out something. Smart. This is smart one, bismillah. What did you say? Instead of eating all the foods, you only choose out some foods. Why? Because you want to stay healthy. Yeah. So, by the same token, if you don't eat all kind of food, you are selective. Can you make everybody your friend? You can be friend to general everybody, but when you want to be closer friend, what you have to do? You have to be closer friends with the Muslims. Even you can be a Muslim friend, but you have to be very selective, you know? Some who have, you know, same mindset, something you have in commonality, okay? MashaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our mate. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from all harm. الله سبحانه وتعالى give us his توفيق وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ورت شيكاغو هوستي جيسي أو قرة كل شيء ديم الله مجن تيبي ما شاء الله شيكاغو دوزو تناوتا أو قرة بسبة تناوتا ما شاء الله هوجي 50 انت لا بيشم 50 حمستي زينام سستينام فيز بيزور زمان النارا إيه ولد بركة زور أنت مسلم ما فيز زمان زور يكاد دينارا سات فيز بيفر دينارا إيه ما شاء الله أنت أوجي بيشم نولدر إن شاء الله بولدون بركة على حلو زا سراكوتا متاش for the last 12 consecutive years we are commemorating the Maulid in the beautiful city of Chicago. Sometime in a big hall. I remember once we had it with the Ethiopian community. Ethiopian community, we had it. Then COVID, so we have to take a break. And then now we are back slowly. But alhamdulillah, Chicago, airport, Manita Uganda, Shafati, Zikriwa. ان شاء الله دعاء له
كلهم مراد خو الله من الله وتخشور خبوت فروسيلاتو. Every one of you, I pray to Allah to give you the fulfillment of your needs. So, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our sin, give us a rizq halal tayyib mubarak, protect us from all harm. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. The road to Atlanta O'Hare Airport, Chicago. خلاصة من تهامة يا نبي يا نبي على المبشر بالسلامة محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد على محمد المدين الرسول يا نبي يا نبي على النبي أبي البتول محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد أزوم يا سينا يا نبي يا نبي قيز على فردوسة محمد محمد السلام عليكم يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد صبري بوجيحة يا نبي يا نبي وجه زومليحة محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد أنبياء تماما يا نبي يا نبي دين زالة تماما محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد أحكي رحمة الله يا نبي يا نبي حق لي صادق هو محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد أنبياء تماما يا نبي يا نبي دين زالة تماما محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد أوقظوا بيانو يا نبي يا نبي بيانو برهانو محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد اللي مرايا طوى يا نبي يا نبي قلبي اللي راح طوى محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد 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 سراجا يا نبي يا نبي زايو سام ماجا محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد روح قوزة ماجا يا نبي يا نبي فجلينا حاجة محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد الدنيا بيمي نفو يا نبي يا نبي آخرة بيمي شفو محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد صديق لصاحبه و يا نبي يا نبي عمر لصاحبه و محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد عثمان لصاحبه و يا نبي يا نبي علي لصاحبه و محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد السلام عليكم يا نبي يا نبي رسول سلام عليكم محمد محمد رسول سلام عليكم محمد محمد السلام عليكم محمد محمد رسول سلام عليكم محمد محمد السلام عليكم محمد محمد رسول سلام عليكم محمد محمد السلام
لكم قوم ما الله وتستبي فردنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.